كارثة كارثة فتوى كان. من إدارة الفتوى والتشريع أي. ها هذه تقريبا منشورة بجريدة الأنباء التاريخ بس التاريخ المهم قبل فترة بسيطة يعني أوكي. إن الفتوى والتشريع في بعض الأعضاء أو أحد الأعضاء طلب المميزات اللي حصل عليها القيادي في الحكومة جت فتوى التشريع تدخلت وقالت هذا غير دستوري وما يجوز لكافة الجهات الرقابية بالدولة بما فيها ديوان المحاسبة وزارة المالية ممنوع أحد يعرف القيادي بالدولة إيش كثر يأخذ معاش ليش وامتيازات وبدلات والكلام هذا ليش هذا مال عام والمال العام الرغيب عليه مجلس الأمة والرغيب عليه ديوان المحاسبة بحكم الدستور والقانون طلعت لنا الفتوى والتشريع فتوى جديدة غريبة عجيبة تحظر على المؤسسات الرقابية بالدولة النظر إلا من خلال الميزانية العامة ما باب الرواتب باب الرواتب مثلاً 10 مليون خلاص بعشرة مشكلة لكن وين مشكلتك لكن بالتفصيل تعرف الوكيل الوزارة المساعد أبو حسين إيش كثر أخذ هالشهر وهالسنة إيش كثر أخذ مكمرتبات وكمكافآت وكبدلات لا ممنوع